السلام عليكم، معكم محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بإذن الله. ثم أما بعد، من أمام حديقة ساريت سنان هنعمل حلقة النهاردة. هذه الحديقة أو البارك ضخمة، استعدوا ليوم أو حلقة طويلة. نقول إيه؟ يلا بينا، يلا بينا. هنخش من البوابات الإلكترونية، منظر ده قدامنا، ونستقبل بقى او نستشرف المنظر الرائع الشاسع. نبدأ الاول بالنافورة اللي هناك، وزي ما انتم شايفين في مقاعد كتيرة الناس ممكن تقعد، بس احنا لسه في الصباح الباكر الحمد لله، لحقة البارك بدري. على فكرة انا اول مرة اجي هنا لوحدي، يعني جيت هنا مرتين قبل كده كنت مع ناس ومتضايق وبتاع، في المرتين يعني ما كنتش عايز اتجول، رحت لحد النافورة بس، البحيرة يعني والنافورة. هو ده كور الحديقة عموما، لكن هي تعتبر يعني قصر، تحس ان هو قصر مثلا زي راس الدين عندنا في مصر مثلا، قصر الملتزق، الحاجات دي يعني اللي هي بتلاقي مساحات خضراء وجناين ونوافير وبحيرة صغيرة او يطل على البحر، يعني بيبقى الفيو كده او المنظر كده، وورود معينة او زهور معينة أحيانا بتبقى نادرة أو مش موجودة في حتة. هنا دي خريطة للمكان كله. هنا ده المبنى الرئيسي، وطبعا في كافيهات وريستورانات موجودة هنا. هذا الموضوع شكله طويل، في تياتر، ربنا يستر بقى. في ناس طبعا بتتريض هنا، هتلاقي ناس بتجري بياخدوا اللفه بتاعتهم لفتين ثلاثه على الصبح، مكان مناسب جدا للجري، احنا في الصيف طبعا الفرصه دي لا تتاتى كثيرا. هوريكم منظرين او تو فيوز كده على البحيره وعلى الجسر. هنا يقال ان قصص حب بتنشأ في هذا المكان، معرفش دي اسطورة ولا مقولة، مجرد مقولة. فيو تاني واحنا داخلين بقى على البحيرة، لسه ما وصلناش للنافورة. هو ده الفيو اللي عايز اوريه لكم، مش عارف نقف الناحية دي أحسن بقى، كنت شفت الناحية دي بالفعل. نكمل طريقنا لحد النافورة الرئيسية، وبعد كده كان في ريحة حاجة بيتحشر، حاجة مرشوشة. مش هوريكم بس احنا رايحين على فين. المكان خلاب وجميل، انما ان ما يكونش فيه ناس كتير على فكره، المكان ده ما بيتزحم هيبقى مش لطيف. الريحه بتزيد فيه. بخاف انا من الموسيقى اللي بتشتغل دي بتجيب كوبي رايت، اخطر حاجه الكوبي رايت. النافورة مش راقصة، ولكن اللي هممني بصراحة ان في مقاعد داير ما يدور على طول النافورة، كل اللي عايز يقعد يقعد، الحمد لله فاضية لسه بالنهار، محدش جه، احنا في ويك اند النهاردة يوم السبت، في ناس شغل السبت طبعا. يعني انتوا شفتوا محطة زي مثلا المحطة اللي هنا، في محطة قطار بيبقى فيها اعداد كبيرة من الناس جاية،
بتيجي كل يوم اعداد بالالافات علشان الناس اللي هي عايشه في نخابينا وغيرها في ضواحي موسكو بيجوا بالقطار الكهربائي على هنا على موسكو يعني، وبعد كده يروحوا على اشغالهم. مش كله ساكن في موسكو يعني، فهنا تعتبر هب كبير حتى للناس اللي هي بره موسكو، فممكن يجوا هنا يتكدسوا فيبقى العدد كبير جدا جدا جدا. بس الحمد لله النهارده وفي ناس منهم طبعا بتبقى شغاله السبت. هنا جسر تاني. الحديقة متقسمة أربع أجزاء أو ثلاث أجزاء رئيسية، هحاول إن أنا أروحهم كلهم إن أمكن، ربنا كريم. خلينا ننهي الحلقة عند هذا الحد، ربنا يستر بقى ويكون الصوت واضح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير، الحمد لله، السلام عليكم.